الأستاذ كنا نقدره تماما في هذه الكلية، وعصرته أيضا في حكومة الدكتور عصام شرف حينما كان نائبا لرئيس الوزراء. والنهاردة الدكتور يحيى كان في وصيته طلب أنه يخرج من كليته وأنه يفوت على مكتبه، وأنا بعتقد أنه ده مطلب يعني يشعره كل الأساتذة اللي بدأوا حياتهم كلية شافتهم هم طلبة ثم رأتهم وهم أساتذة ثم خرجوا للعمل العام ثم عادوا إلى هذه الكلية مرة أخرى. قلت له كان معايا زميلي في نيابة شمال القاهرة، كنا وكلاء نيابة مع بعض، وكان محقق بارع، وكان يجي يعمل قضايا هو حققها وانا اترفع فيها قدام محاكم الجنايات. وبعدين جه عندنا لما روحت بعثة باريس برضو جه ورايا، وكنا مبتغلين مع بعض. وهنا في كلية الحقوق زملاء، وبقى لي مدة بسأل عليه، ففوجئت النهاردة بالخبر الأليم. رحمه الله يحيى الجمل، كان أديبا وشاعرا ويعني أستاذ قانون، وكان يعني علامة في كل شيء، ورشح لرئاسة الوزراء أكبر من مرة، وكان وزيرا نابها عاقلا كأدأبنا به.